بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحببت أيها الأحبة، وأنا ذاهب لقضاء بعض الحاجيات، أن أذكركم بحديث تذكرته الآن لحبيبكم عليه الصلاة والسلام، يجب أن تطبقه في كل حال، وأنت في وسائل النقل، وأنت قبل النوم، بعد الاستيقاظ، أثناء الطعام، وأنت تتحدث مع الآخرين. هذا الحديث مهم جدا أخي الحبيب. هذا الحديث يميزك عن الميت، يجعلك حيا حياة حقيقية. على فكرة، الناس الذين نراهم من حولنا كثير منهم أموات بالفعل، لأنهم لا يذكرون الله. تأملوا معي هذا الحديث الذي سندقق في إعجازه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. سبحان الله. إذن وضع لنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام مقياسا رائعا جدا نميز به الفرق بين الحي والميت. الحي حياة حقيقية وليس حياة يأكل ويشرب، لأن الحيوانات أحياء بهذا المعنى، ولكن الإنسان فضله الله على كثير من خلقه بنعمة العقل ونعمة الإيمان. لذلك لو تأملنا هذا الحديث أحبتي في الله، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كان دائم الذكر. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان كل يوم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول هذا الذكر 100 مرة. كان يقول: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أكثر من 100 مرة، بالإضافة لمئات الأذكار. يعني لو أردنا أن نحصي أذكار النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقولها خلال يومه وليلته، سنجد أن لسانه كان دائما رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، لماذا كل هذا الذكر؟ ما الذي نحتاجه نحن اليوم؟ هل نحن بحاجة إلى أن نذكر الله عز وجل، أم بحاجة لأن نعمل ونطور ونخترع إلى آخره؟ يعني انظروا أيها الأحبة، الحضارة الغربية عندما تطورت تطورا عشوائيا غير قائم على مرضات الله، ما الذي حدث؟ يعني أمريكا مثلا قتلت الملايين في أفغانستان وفي العراق وفي فيتنام وإلى آخره، وفي الدول العربية كانت سببا في دمار كثير من الدول وقتل الكثير من الأبرياء، وعلى الرغم من ذلك يقولون لك: نحن الحضارة لدينا وكذا وكذا. طيب بالله عليكم، هذه الحضارة أدت بهم إلى قتل الناس، طيب ماذا استفادوا؟ إذن ذكر الله أخي الحبيب، لماذا جعله النبي وسيلة للحياة؟ لماذا اعتبر أن الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت؟ لأنك عندما تقول سبحان الله مثلا، يعني أنا أنزه الله عن النقص، عن العيوب، أنزهه عن كل النقائص، فإذا أنت تتذكر وجود هذا الخالق العظيم. عندما تقول الحمد لله أنت تحمد الله، تقول: يا رب لك الحمد على هذه النعم التي أنعمت بها علينا. عندما تقول الله أكبر، تكبر الله عز وجل، فأنت بهذه الحالة تعظم هذا الخالق العظيم، وتعتبر أن الله أكبر منك. لذلك تخاف أن تظلم غيرك، تخاف أن تقتل غيرك. الله أكبر، أكبر مني وأقدر مني وأعظم مني. وبالتالي ذكر الله يهذب النفس. رأيتم أيها الأحبة، أنا عندما أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أرد القوة كلها لله،
وأعلم أنني سأقف بين يدي الله، فلا أظلم أحدا ولا أستقوي على أحد ولا وأساعد الناس. طيب عندما القرآن هو ذكر، مثل الذي يذكر ربه، قراءة القرآن هو الذكر أصلا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب عندما تقرأ آية في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أنا يستحيل أن أكذب بعد أن سمعت هذه الآية ووعيتها وعقلتها. عندما تستمع لآية الله يحذرك من الظلم، يقول سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. طيب أنا أخاف من ذلك اليوم، أخاف من عذاب الله، وبالتالي أتراجع كلما أمرتني هذه النفس وسولت لنفسي أن أظلم الناس، أتراجع، أتراجع عن ظلم زوجتي، ظلم أولادي، ظلم جاري، ظلم من أنا أقوى منهم، أتراجع وأتذكر لقاء الله عز وجل. لذلك أخي الحبيب، يعني ذكر الله بالفعل حياة للإنسان، يجعلك يعني يجعلك إنسان حساس، حساس تجاه ظلم، تجاه معاناة الآخرين، تجاه مشاعر الآخرين. ذكر الله يجعلك في حالة خوف دائم من الموت، فلا تعتدي على أحد ولا تأكل مال أحد، وإذا يعني قصدك أحدهم بمساعدة تلبيه على الفور، إذا كان لديك مال تعطي من يحتاجه، وبالتالي أنت تتحول إلى إنسان يضيء ويعطي ويشع وينصح الآخرين ويساعد. هذه هي الحياة. أما رجل يعيش ليظلم الناس ويقتلهم وإلى آخره ولا يبالي، أو إنسان ملحد يتبع شهواته ولا أحد يستفيد منه سوى الدمار والأفكار الهدامة، هذا مثله مثل الميت، بل أسوأ من الميت. لذلك هنا الحديث فيه إعجاز علمي أيها الأحبة، أن ذكر الله عز وجل يعني يقوم النفس، يقوم سلوكك، ويجعل حياتك أكثر هدوءا واطمئنانا. الله تعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بماذا؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني ذكر الله اطمئنان للقلب، ذكر الله سعادة، تشعر بسعادة لأنك تكون قريبا من الله. الله تعالى يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وبالتالي أخي الحبيب، أنت عندما تطبق هذا الحديث في حياتك ستلاحظ الفرق، ستلاحظ الفرق مباشرة في سلوكك، في طريقة حل مشاكلك ستختلف. الغضب الذي في داخلك وحب الانتقام وهذا السلوك المتطرف الموجود في داخل كل منا، سلوك غير منضبط موجود، ما الذي يضبطه ذكر الله؟ ما الذي يجعلك تمتنع عن النميمة مثلا، عن الغيبة، أن تغتاب الناس؟ ذكر الله. لذلك أحبتي في الله، هذا الحديث من الأحاديث الرائعة جدا، أنصح بحفظه، أن تحفظه أولا كما تحفظ اسمك، وأن تطبقه في حياتك، وأن تبدأ منذ هذه اللحظة بتعلم الأذكار التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها، وعلى رأس هذه الأذكار القرآن العظيم. احفظ آيات من القرآن أو سور من القرآن، والله سبحانه وتعالى سيجعلك حيا بمعنى الكلمة، وستشعر بالحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإيمان، وأن يتوفانا مسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.